مش بيقولوا الصلح خير؟ طب أنا مش بصلح ليه؟ لأن أنا ما أقدرش الصالح مع اللي عايز يهد بلادي ويأذي شعبي وولادي. شال اسمهم من القوائم شيلهم زي ما انت عايز، انما انا بالنسبه لي هو ارهابي ابن ارهابي وارهابي لاخر العمر بالنسبه لنا. طب والناس اللي موجودة ده إنقاذ وطن، أنا ما بخافش أبداً.